احتج العشرة من الموالين والمربين أمام مقر مديرية الفلاحة بولاية الوادي منددين بحرمانهم من مادة العلف النخالة التي تم منحها لهم منذ أسابيع من قبل المطاحن. المحتجون أكدوا على جملة من المطالب والعراقيل التي تواجههم من أجل الحصول على هذه المادة الأساسية لمعيشتهم. التغطية لعبد العالي رحمه. شهر ولا شهرين نهزوا من خلتنا نهزوا فيها مقسمة كل يوم قاعدين واقفين في الطاحونة، نجوم من الثلاثة نتاع الليل نروحوا كان الليل. والسيم قد يعبي؟ والسيم يعبي والسيم التجار يعبوا. التجار يعبوا احنا نهزوا فيها بالغطارين. فهمتني؟ نهار نروحوا للوادي نسلكوا ورا خمس ايام نهزوا منا وسمانه فيها سبع ايام رانا نهزوا في خمس ايام. نحن نعاني على كل حال من ماده النخاله ونقصها رغم كثره المصانع الموجوده في داخل تراب الولايه، ونحن نعاني من هذه الماده راهي اسعارها راهي مكلفه ياسر، فائده 320 وفائده 340 زايدين علينا 15000 عن كل قنطار. توك احنا رانا عدنا تو في 25 يوم ولا 26 يوم وما هزنا حتى شيء. طالعين هابطين وهذا راه وهذا يرد فينا الاخر والاخر يرد فينا الاخر ورانا قاعدنا في الوسط. جهه المصالح والفلاحيه بولايه الوادي عقدت اجتماعا طارئا مع كل الهيئات والشركاء على ضرورة استفادة الموالين من الأعلاف. كان اقتراح آلية لتموين الفلاحين ولا لتموين المربين بمادة النخالة. ضبطنا يعني العملية، ضبطنا الكميات، الطريقة، وضبطنا حتى السعر المرجعي لهذه المادة هو 1500 دينار جزائري بكل الرسوم. وين يعني في خلال الاجتماع هذا جميع المسيرين تاع 19 مطحنه التزموا بتقديم هذه الماده للمربين اللي يدعوا ملفات على مستواهم او لاصحاب التعاونيات اللي عندهم قائمه تاع المربين اللي يمونوهم على مستوى البلديه.